مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء، بث مباشر مؤلم من مدينه الدار البيضاء من منطقه المكانسه. اكيد ان كلكم كتعقلوا على بوشته، شكون اللي ما عقلش على بوشته؟ شكون اللي ما عقلش على البكا اللي بكاه بوشته على ميمته؟ وكلنا بكينا معاه وكلنا تالمنا معاه. ومؤخرا الحمد لله انا بقيت على تواصل مع بوشته، وعرفت انه دار عائله ودار وليدات. فرحت، قلت الحمد لله بانه كون اسره ويقدر انه يجتاز ديك المرحله ديال الطريقه باش توفات الام ديالو. فرحت، قلت دار عائله دار وليد. حتى بي كنتفاجئ بيه كيتصل بيا هاتفيا وهو كيبكي ومنهار، تيقول لي اختي فاطمه الزهراء عتقيني، راه المدام ديالي راه هربت ليا ودات ليا الوليد. بوشته كي بقيتي يا ولدي؟ اخر مره شفتك باكي وعاوتاني تلاقيت معك باكي. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. دات يا ولدي، دات يا كبتي. واش هربات؟ واش هربات؟ الزاز مشات للدار باش ما ترجع لي. واخا بوشته خوك شحال عطاو من عام؟ ما كان ما كتبش عليك. ما عرفتش شحال حكموا عليه. عمرك زرتي؟ ما خلونيش، بغيت نعرف علاش ولاش. تيخافوا ما خلونيش. تيخافوا. كيدير عائلتك من بعد ديك الفاجعه ديال ميمتك؟ تفدكات ما كتبش عليك. انتوما فين خوتك؟ فين؟ ما بقاش تجمعوا، خا نبغوا نجمعوا ما كنتش والو. والدار شكون اللي بقى فيها بوش؟ ما بقى حتى واحد. الدار البروميير خاوي طويل ديال كريم باش كيخلص كريم هنا. انت جيش قدرتي تعيش بوش تما؟ ما كديتش، بقيت كديت نمشي نشوف ميمتك. كنمشي ندوز من تما، كنا خدام تما وجيت خدام تما كنفرط فيها ما كنمشيش سيدا. حسن باش ما نفكرش شي حاجه اللي ديرنا وتفكينا. الحمد لله. كتزور ميمتك بوشته؟ ما نكذبش عليك، قدر الاستطاعه ما بعيد عليا الحال مره مره. فين دفنتوها؟ فين كنت دفنتها؟ في الغفره؟ في الغفره انا مره مره في التشري مره مره لا روش نمشي للمقبره ونشوفها ونتصور. تفكر ديك الفاجعه مره مره؟ بزاف بزاف بزاف. قلت نهضر في هذا الموضوع شي واحد كيدير معايا. قلتي غنتزوج وغادي نبدا حياه جديده وغننسى وغن ياك. عذبت الناس، حطيت انا راسي بحال عرفات الظروف ديالك. فين تلاقيتيها؟ عرفت انا امي تحت من البلاد، من البلاد رحمنا. عرفت انا امي مسكين هو راه كنقول انا. عرفتك عليها امك قبل ما تموت؟ المهم ما بغات نزول بك السيد، قالت لي انا ما خدتهاش ولدي ما عمرني بقى نوقف معاك. كنتي واخدها قبل ما تموت امك؟ امي اللي اختارت عليا، امي اللي اختارت عليا وقالت لي ولدي جبت الناس هذه لا تحط لها الراس وتحط لك الراس. ما قديتش من قالت لي امي ما قديتش. قال واحد الحاجه قالت لك الام ما قديتش من رفض لها. خديتيها يلا ولدتي معها وليد. ولدتي مع وليد عنده عام ونص. ولدت كدير لي الحاله مره ما تا ولد عرم. شو سميتو الوليد؟ سميتو محمد. سي محمد سميتو الوليد الله يرحمه. سميتي على الوالد؟ على الوالد الله يرحمه. عزيز عليك وليدك؟ بزاف. توحشتيه؟ بزاف بزاف يا رب. الساعه ما قداش بغات دوز كي قالت لي عطيني ولدي ما قداش تبع عليك. وانا اللي فرقاتني من دابا السيام دابا مره من عاد ما عاد مشيت هزو قلت له بقى معايا ودرت لي كوز ودرت لي كوز وعطيت الحليب وجدت لي عاودت لي في الليل. شحال كارينا بوشته؟ كريم 1000 درهم. هو كان شتي كنشد الكرايه كنخلص بها انايا وتما عشتي كنخرج. كدبر على راسك. لا غادي المهم هذاك الشيء اللي شتو ديالي. شنو اسباب الخلاف بينك وبين هذه المراه؟ معمرينا بغات على الخدمه. معمرينا خواتها تاع الخدمه. كيفاش معمرين خواتها تاع الخدمه؟ معمرينا على الخدمه. مالها بغاوها تخدم؟ دابا هي ديجا كانت المهم مع السب الصوب. المهم قالت لي بغيت نخدم باش انت راه نلقى باش ندير. نقول لها واش انا نخليك ناقصك شي حاجه؟ كتكون الفلوس جمعت مع شي اول مره غنجمع. ما عمري جمعت شي ريال. اقسم لك بالله اختي فاطمه الزهراء اول مره غنجمع جمعت 73000 ريال فهاد العيد. قلت لها سير بنت الناس خذي من الناس سير صوبي فهمتي شنو تصوبي واش بغيت تكبش تستنى بغيت سير صوبي ماشي مشكل. هاك الشيء الله يتعلم من العيد وحنا بكواه ديال اللحم ماشي مشكل سير. قلت لها لا بوشته وهادي وشي كطرحي لي ماشي ما كطرحيش لي ولكن الناس اللي عمروا على الخدمه دعيتهم الله سبحانه وتعالى ياخذ في الحق. شريتي الحوليه بوشته؟ فيت على قد الحال الله يجعل البركه. شريتي حوليه؟ حوليه الله يجعل البركه. الله يجعل البركه خديتها مصور مع وليدي كيلعب ومصور مع الحمد لله. وكذبة الناس ما بقاتش باغا. وانت كتقول لك علاش ما كتنوضش تخدم؟ ما
هي ما كتقول بطرق اخرى، انا نوض نمشي نمشي على الخدمه، الاساس ماشي هو الخدمه. دابا انت كتبريكولي، شنو كدير؟ شنو كدير انت باش كتجيب؟ المهم كتدبر على راسك. كل مره شحال كتجيب؟ شحال كتجيب تقريبا مثلا؟ 3000 4000 6000 5000 في النهار؟ على حساب 70 درهم 100 درهم نجي نوصل لها، نجي قاعد على الماتش ونجي في الطوبيس انا ونجي نوصل لها 100 درهم نديرها ولا كابد الناس. السلف هاك يبدا الناس وهي تصرف في يدك كلشي ما عمرنا صرفت. المهم راه فلوس الكرا ديال ديك الدار كتخلص بها الكري ديالك هنايا وعايشين في هاد الربيع هذا بويت ديالكم هاد الفريش على قد الحال. على قد الحال ما كانتش هكا، ما كانتش هكا، عاد تبدلات. تبدلات بزاف. ما هي كانت كتبغيك ابوش بزاف ماشي، حاطة لي الراس ولا حاطة لي الراس عندها امها بتناس، هي بتناس ولكن شنو هو راه هذا الشيء اللي ما فهمتش والو. اللي حتى انا واش عندها امها؟ عندها امها ما بتوفي لها باها باقي حي وعندها مرت باها. شكون اللي كيحرشها؟ انا بعد اختها بعد عندها واحد اختها من الحياه دعيت الله ياخذ فيها بحق. جات معها اللي جبت فيها تهز فيها حوايجها والبارح والبارح وكندوي معاها باش تراس وقلت لها اختي حياه ربي باش تضيع وليدي. قلت له وليدي بغيت هذيك المرحله ديالك يقول يلا بدا كيلوح في الحروف تتعلم بابا وماما وهذه وشحال من حاجه ومني بغيت ندير اللي بغيت تحرمني من ومني طلبت اختي حياتي طلبت اختي قلت لها الله يحفظك ولي اختي حياتي هذه مع اختك ونا الشيطان بغيت تسوي راس مال ونا الشيطان والو. بوشا شنو اخر خلاف وقع بيناتكم اللي من خلاله قررت انها تهز راسها وتمشي؟ بقات مشات مع شي خمسه ديال العشيه قلت لها انت بوشا قلت لها سيدي خادي بسبب واحد الساعه ونص ساعتين وجي باش يطلع لي شوف شنو خاصني وشوف وسيدي رجع ماشي مشكل. كتمشي بزاف لدار؟ اه ماشي مشكل ما كانتش بزاف ما كانتش بعد ما كتاكل تما اختي فاطمه الزهر اقسم لك تخلي ومين كتجي مع 10 ولا 11 كتقول لي بوش طيب قلت لها دابا واش دابا 10 ولا 11 الناس بغات تحط راسها على تشابه دير كنقول لها دير شي حاجه خفيفه وكنقول صافي حي. دابا نتايا مني ما كتضلش كتضل هي في دارهم تا 10 ولا 10 ونص ملي تتخرب تجي عاد كتجي عاد كتقول لك شنو خاصك. ايوا طيب لك امك لا في دارهم وتجيبها طيبه كاع. شنو ندير لك؟ قلت لها قول لها من قبل ما نجي اي حاجه فكري فاطمه اي حاجه حطيتيها شي حاجه شي حاجه شي حاجه عاود مطيشه شي حاجه تاع الفكر صافي دويزه شي مشكل لقى محيلي مجموع ولقى دويرتي مجموعه ولقى حويجاتي مصبنين ولقى السوينيه محطوطه ولقى شي جلسه غير في الدار شحال من حاجه مغمض على عندها من عام شحال عندها من عام؟ عندي شي 33 يعني مراه بعقلها ماشي شي دريه باقا صغيره نقولوا عاد صافي هذا هو سبب المشكل. قلتي لها سيري ساعه ولا ساعه ونص جات مع شي 12 الليل قلت لها فلانه دابا 5 ونص دابا 12 الليل قلت لها شكون جا معاك؟ ليه قلت لها شكون جا معاك؟ قلت لها جيت براسي ودخل بحال ما دخلتش هنا ولا ندير لها بحال ما كان حنكه قلت لها شحال شاف لي تقول لي سير تعوض ويلي 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 مشيت الراجل هذه مرتك هذه مرتي ملي سمعت هذاك الكلام انا صافي وليت صافي قلت لها هذه ما احترمتنيش وما قالت لي قلت لها شوفي هزي حوايجك وسير لدارك انا قلت لها هزي حوايجك وسير لدارك صافي وندمتي. وندمتي على الكلمه اللي قلت علاش؟ ولكن هي اللي غلطات فيك دابا انت غلطتي ما كانش عليك تهز عليها يدك غلط درتيه وانت غلطتي فيها وهي غلطات فيك. دابا شنو بغيتي تقول لها اليوم؟ شنو بغيتي تقول لها؟ شنو سميتها؟ شنو سميتها؟ بحالك سميتها خديجه. خديجه شنو بغيتي تقول لها؟ بحالك ورجع لي ولدي. ارجع لبحالك ما تدوي معايا كاع ما بغيتيش كاع ما بغيتيش تدوي معايا ما تدوي معايا ما تكلم معايا ارجع لي ولدي حدايا شحال من عام وانتم مجوجين؟ ارجع لي ولدي راه من التوب قبل من التوب شحال دابا شي 4 سنين وانتم مجوجين؟ اه 4 سنين والصرف والصرف وعشره ديال 4 سنين والصرف غتضربوها في الزيرو. قلت لك قول لها دابا ارجع لي ولدي اختي فاطمه الزهراء قول لها ارجع لي ولدي بغيت تبان لك والو كي كنمشي نخدم وكنمشي نبني على ولادي ارجع لي ولدي بغيتي تجي للدار تلقى وليدك تيلعب حدا رجيلات لك والو ولا بغيت نخرج لولدي نلبس ونخرج ولدي يعتبر وليدي تبان بيا وقام الدار معبر عليا وحشتي سي محمد وحشت بزاف ما بقيتش نفرق حتى ساعه نقول لها خارج ياك وكاس انا عندي شي 120 ندي معايا ولدي ما نخليش كاع اللي يبقى يقول بابا وخليه يبقى يبكي عليا نخرج وخلي دي معايا يعني حيت ما كيفرق لي شو صافي بوش حنا نتصلوا بها ان شاء الله عطيني الرقم ديالها شوف فيا كيفرق عندك الرقم ديال باه هو عطيني الرقم ديال باه هي ما عندهاش تليفون تليفون حط لي شويه تصوب شحال سيرة في الشو حط شويه تصوب انا اللي فيها بعدا بوش والله حط حط لي تليفون ديالك تصوب 300 درهم نيس تيكنوليش انا على حد الدراري هذا السوق نموذج
حطوا عندي الثوب راك كيشوف فيا يقول لي حطوا عندي خويا حطوا عندي الثوب. دابا انت كتبكي على سي محمد وعلى خديجه بجوج؟ اه كنبكي على ولادي. وتا هي حتى هي كتبغيها. كنبكي على ولادي كتبغيها هي كتبغيها. حاطه لها راسي حاطه لي الراس وما عمرنيش تبنى شي حاجه ما عمرنيش تبنى شي حاجه. باش تخدم ولدي على بعضياتكم. اللي دابتيني اللي دارتني ولا ما كان صافي هي بغا نبدا عيونها وبغا نبدا عليها وغادي بالمسيره وغادي مع وليدك. لا لا خطيكم على بعضياتكم والله يجمع الشمله بوشته وحنا تنواعدوك اننا غنديروا حتى حنا المجهود ديالنا ونديروا داك الشيء اللي قدينا عليه باش نجمعوا لكم الشمل ونشوفوا حتى خديجه شنو كيضرها في خاطرها ونحاولوا اننا نصلحوا بيناتكم صافي. الا رجعت لك خديجه ترتاح. السيدة عطيني يعني اخر اجانا خمسه باش تخويا بهذا. علاش؟ سامحت قالت لك اخويا مرتك ما ترجع الصبي اخويا بهذا. بوحديتك زعما ما تبقاش بالك معاه. وخلي من حقها حنا غادي نتصلوا معاها وغنعيطوا لها في التليفون ومن تانت هما دعيوا مع ابو الشأن يجمع لي الشمل مع الزوجه ديالو مع وليدو مسكين ما بغى والو مشات له ميمتو بقى وحداني في هاد الدنيا كنحط راس على ميمتو تنتمناو ان خديجه ترجع ليه ويحط عليها الراس وتحط عليها الراس راه طيب انسان درويش هادشي اللي داز فيه مراحل حياته ماشي ساهل راه ما داش من محن سهله ولكن ربي سمانا انسان لاننا ننسى وعطانا نعمه النسيان كنتمناو من الله سبحانه وتعالى انه يفرجها وانه يجمع الشمل ديال اي راه مع الزوج ديالها ووليداتهم. مشاهدينا الكرام نختم معكم هذا البث المباشر ونتلاقى بكم بث اخر باذن الله.